السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. هيونداي توسان موديل 2022 فئة الفل كامل، شرح المواصفات مع الأسعار، كل هذا راح تشوفونه من خلال هذا التقرير المفصل. نبلش هذه التغطية بالتعرف على مواصفات السيارة الخارجية. المصابيح الأمامية من نوع LED، LED النهاري مدموج على الشبك الأمامي، وطبعا الشبك الأمامي مطلي باللون الرمادي اللامع. واجهة السيارة الأمامية جميلة جدا، أربعة حساسات ركن على الصدام الأمامي، وعندك أيضا موجود بالأسفل الرادار الخاص بمثبت السرعة. الإطارات مقاس 235 على 50، والرنجات مقاس 19، الرنجات مطلية باللون الفضي والرمادي. إشارات الانعطاف من نوع LED على المرايا الجانبية، بالإضافة إلى مواصفة تحذير النقطة العمياء. الدخول الذكي بدون مفتاح على مقابض الأبواب. فئة الفول كامل من الهيونداي توسان يتوفر عليها فتحة السقف البانورامية. وهذه هي خلفية الهيونداي توسان مثل ما نشوف. الإضاءات الخلفية من نوع LED، وطبعا الإضاءات الخلفية متصلة، والسيارة عليها جناح أعلى النافذة الخلفية، وهذه كاميرا الرؤية الخلفية، أربعة حساسات ركن على الصدام الخلفي، الباب الخلفي في وارد عمان يفتح يدويا. أنا شفت في بعض دول الخليج الباب الخلفي يفتح كهربائيا، بس معانا نحن يفتح يدويا. هذه هي مساحة التحميل الخلفية اللي تقدر ب 503 لتر. مساحة التحميل بشكل عام تعتبر جيدة جدا. وهذا هو واقي الأمتعة من إضاءة الشمس. وهذه إضاءة باللون الأصفر، وبالأسفل موجود منفذ كهرباء 12 فولت، وأسفل هذا الغطاء عندنا إطار السبير الاحتياطي. محرك الهيونداي توسان مكون من أربعة اسطوانات بتقنية الجي دي اي بسعة 2500 سي سي 2.5 لتر. هذه الماكينة تولد قوة 190 حصان و 242 نيوتن متر من عزم الدوران. يتصل هذا المحرك بجير اوتوماتيك من ثمان سرعات، والسيارة تعتمد على نظام الدفع الرباعي بجميع العجلات اتش تراك. مع الأسف مساعد رفع البونيت يدوي، يعني كان من المفترض انهم يحطون عليها مساعدات رفع بونيت تلقائية. هذه السيارة طراز 2022 كنوع من التخلص من المواصفات البدائية. بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود هيونداي توسان موديل 2022، اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 13 كيلو 600 متر، والتقييم جيد. وركبت الآن في مقعد الصف الخلفي. بالنسبة لمساحة الجلوس أنا أشوفها ممتازة، هذه هي المساحة بيني وبين كرسي السائق. أوكي، وبالنسبة لمواصفات ركاب الصف الخلفي، فتحات التكييف الخلفية متوفرة، وبالأسفل عندنا منفذين USB لشحن الهواتف. تنجيد المقاعد من الجلد، والمقاعد مخرمة، وهذه هي التكاية وعليها حاملات الأكواب. ثلاثة مساند للرأس لركاب الصف الخلفي. الإضاءات الداخلية من نوع LED، وهذه فتحة السقف البانورامية. وهذه هي الستائر الجانبية اليدوية.
كرسي السائق بتحكم كهربائي. وكرسي الراكب الأمامي بتحكم يدوي. قبل شرح المواصفات أسمعكم صوت تشغيل السيارة، وطبعاً تشغيل السيارة عن طريق هذا الزر. بسم الله. أختبر الآن مستوى العزل بعد إغلاق باب السائق. مستوى العزل ممتاز، اختفى الصوت بنسبة 90%. بالنسبة لمواصفات السيارة الداخلية، عندنا عجلة القيادة مكسوب الجلد، شيفتنج بادلز تبديل الجير خلف عجلة القيادة. هذه أزرار التحكم بمثبت السرعة، طبعا مثبت السرعة راداري. عندنا أيضا التحكم بنظام القيادة شبه ذاتية وتصفح الشاشة المتواجدة بوسط العدادات. وهذه أزرار التحكم بالجهاز السمعي، الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث، والأوامر الصوتية Voice Command. هذا هو تصميم العدادات في الهيونداي توسان. السرعة القصوى 240 مع شاشة معلومات تتواجد بوسط العدادات. المعلومات اللي على الشاشة: الأنظمة المساعدة للسائق، قراءة ومتابعة مستوى انتباه السائق، معلومات القيادة، معدل استهلاك الوقود، وعندنا أيضا السرعة الرقمية. وهذه إعدادات المستخدم، وهذه معلومات قياس ضغط الإطارات. وبس، هذه كانت أبرز المعلومات المتواجدة على شاشة العدادات. هذه الشاشة الملونة اللي تعمل باللمس، مقاس 8 إنش. هذه الشاشة ما عليها النافيجيشن، ولكن عليها برنامج الأبل كار بلاي. بشكل عام يعني تعتبر شاشة مقبولة، عليها بوصلة القبلة. طبعا هذه الشاشة تتصل بالجهاز السمعي المكون من 6 مكبرات صوت. وطبعا هذه مواصفات وارد عمان. أنا أدري في بعض الدول تتوفر شاشة مقاس 10 إنش تتصل بالجهاز السمعي من شركة بوز مكون من 8 مكبرات صوت، بس هذه المواصفات غير متوفرة على وارد OTE. أوكي، الآن أحط الجير ريوس علشان نشوف كاميرا الرؤية الخلفية. هذا هو تصوير الكاميرا مع الخطوط الإرشادية. ننتقل الآن للأسفل. التحكم بالتكييف يدويا. صراحة هذه المواصفة زعلتني، يعني من المفترض أن يتوفر عليها التحكم بالتكييف أوتوماتيكيا. المواصفات اللي بالأسفل: عندنا منفذ USB لشحن الهواتف، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، منفذ طاقة 12 فولت، ومنفذ USB الخاص بالجهاز السمعي. عندنا هنا مساعد نزول المنحدرات، إطفاء وتشغيل الباركينج سنسر، ومشاهدة كاميرا الرؤية الخلفية. وعندنا هنا اختيار وضعيات القيادة. عندنا 3 وضعيات نشاهدها على العدادات: الوضعية الرياضية سبورت، الوضعية العادية نورمال، والوضعية الاقتصادية ايكو. اوكي، عندنا هنا زر اللوك، قفل الدفرنس، التحكم بالجير عن طريق هذه الأزرار، هذه حاملات الأكواب، عندنا مكابح التوقف الكهربائية، وعندنا نظام الأوتو هولد. وهذه هي السدة. سلامة وحماية الركاب، الهيونداي توسان يتوفر عليها 6 وسائد هوائية أمامية جانبية ستائرية. المواصفات عن يسار السائق: عندنا التحكم بمستوى ارتفاع المصابيح الأمامية، وعندنا أيضا مانع الانزلاق تراكشن كنترول. وعلى باب السائق: فتح وأغلاق النوافذ، نافذة السائق والراكب الأمامي تفتح وتغلق بلمسة واحدة، التحكم بالأقفال، والتحكم بالمرايا الجانبية، والمرايا الجانبية قابلة للطي كهربائيا. المواصفات اللي بالأعلى: مرآة الرؤية الخلفية بتعتيم تلقائي، الإضاءات الداخلية من نوع LED، التحكم بفتحة السقف البانورامية،
هذه شماسة السائق، عليها مرآة، وبالأعلى إضاءة باللون الأصفر، ونفس الأسلوب على شماسة الراكب الأمامي، وبالأخير هذا هو الدرج اللي أمام الراكب الأمامي. أوكي، هذه هيونداي توسان موديل 2022 وارد سلطنة عمان وكالة OTE. الأسعار المذكورة هي شامل الضريبة المضافة، 11688 ريال عماني، أي ما يعادل 113850 ريال سعودي، أي ما يعادل 30360 دولار أمريكي. ويشمل السيارة ضمان لمدة 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر، أيهما يأتي أولا؟ هذا شكل مفاتيح السيارة، أقفال، فتح، فتح قفل الشنطة الخلفية، وأيضا يتوفر على السيارة نظام التشغيل عن بعد. لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى، اشترك في هذه القناة. القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، لا تنسوني من اللايك، اللايك حمسني للاستمرار. أتمنى أني كفيت وفيت من خلال هذه التغطية المفصلة للهيونداي توسان موديل 2022. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.